أفضل الدعاء في العشر الأواخر؟ الدعاء أفضله فيما ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما جاء في القرآن الكريم، فإن لم يستطع وإن لم يستحضر دعا ما شاء ويدعو بما يعني يطمئن أو يجد قلبه معه. أحيانا الإنسان عندما يدعو ربه عز وجل بتجد فيه استرسال وتجد فيه إقبال على الدعاء. إذا وجدت أنك قد استرسلت في الدعاء وأن الله فتح عليك بأن تدعو، فاعلم أن الباب قد فتح، فادع الله بما تشاء وكن عند ظنك بربك سبحانه وتعالى في أنه يقبل منك. ولذلك يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فاليقين الذي عند الإنسان في أن الله يستجيب له ستكون الإجابة، لأن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي. فما دام الأمر كذلك فأدعو بما تشاء وبما يجري على لسانك وقلبك وبما فتح الله به عليك، أيا كانت صيغة هذا الدعاء، حتى ولو كانت صيغة يعني ليست واردة وليست مأسورة ولم يقل بها أحد، ما دام أن الله أجراها وهي فيها الخير فأدعو بما تشاء. وخص بلدك بالدعاء، وخص قيادتك بالدعاء، وخص إخوانك بالدعاء، وخص أولادك بالدعاء، وخص أسرتك بالدعاء وجيرانك، ادعو. ولذلك الآية الكريمة على لسان سيدنا نوح: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فلم يقتصر الدعاء منه على نفسه بل شمل الجميع. والإمام مالك فيما يؤثر عنه قل: لو كانت لي دعوة مقبولة لادخرتها لولي الأمر، لأن بولي الأمر بالدعاء له وبأن يصلح الله به أمر الأمة، فبلا شك سينصلح بهذا الدعاء، ليس أمري فقط وإنما أمر المجموع. والدعاء موصول لكل من نحب ومن نحب ومن نحب، وأهم ما نحب هو هذا الوطن الأمين، مصر العظيمة، أغلى الأسماء عندنا جميعا. بشكر مولانا الدكتور شوقي علام وبأشكركم وأترككم في رعاية الله وأمنه، ورمضان كريم.